الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهلا بكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل خير وسلام. أهلا بكم في برنامج بسلام آمنين، مواصلين معكم تغطيتنا لأحداث حج هذا العام من مهوى الأفئدة مكة المكرمة. إلى أولى أخبارنا، إذ وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي كلمة للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام وعموم المسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمته: إن العالم يمر بظروف استثنائية عصيبة ألقت بآثارها على الإنسانية، لذا مع تفشي الجائحة اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود، وأن إجراءات حج هذا العام هدفها الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن. وقال الملك سلمان: إن ظروف حج هذا العام أوجب على الأجهزة الرسمية جهودا مضاعفة، كما أشاد الملك سلمان في كلمته بجنود الوطن الذين قدموا ويقدمون أنفسهم فداء للوطن. واختتم خادم الحرمين الشريفين كلمته بالقول: أسأل الله الأمن والأمان للمواطنين ولكل المقيمين على أرض المملكة. إن من أهم مقاصد شريعتنا السمحة حفظ النفس الإنسانية وحمايتها من الضرر وتجنيبها الخطر، ومع التفشي الواسع للجائحة وتأكيد خطورتها على البشر، فقد اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود جدا من جنسيات متعددة، تأكيدا على إقامة الشعيرة رغم صعوبة الظروف، وحفاظا على أقصى معدلات الأمان والسلامة الممكنة لحجاج بيت الله الحرام. إن إقامة شعيرة الحج في ظل هذا الوباء، وإن اقتضت تقليص أعداد حجاج بيت الله الحرام، إلا أنها أوجبت على الأجهزة الرسمية المختلفة جهودا مضاعفة، بالإضافة إلى واجب كل عام بالإشراف والإطمئنان المباشر على سير الحج وسلامة الحجاج وراحتهم. لقد أظهرت هذه الجائحة بجلاء أن أبناء وبنات هذا الوطن الغالي والمقيمين على أرضه الكريمة على قدر رفيع من الثبات والإصرار في مواجهة النوازل، سائل المولى عز وجل أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من نوى الحج هذا العام ولم يستطع. ففي الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الحجاج من فيروس كورونا، مؤكدة أن التدابير التي اتخذتها السعودية هي خير مثال على ما يمكن للبلدان تطبيقه من أجل التأقلم مع الوضع الجديد والتعايش مع الفيروس وحماية أنفسنا. وصرح متحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعال قبل ذلك بأن الحالة الصحية للحجاج جيدة جدا، ولا توجد حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا بين ضيوف الرحمن. اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى بعد أن من الله عليهم بالوقوف في صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة من المسجد الحرام وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية. ويواصل ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث، ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيرا جمرة العقبة الكبرى. وينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين. أكد مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا بعد صلاة الفجر اليوم العاشر من ذي الحجة إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة في الوقت المحدد للخطوط الناقلة من مشعر مزدلفة إلى منى، وقال: إن الخطط الأمنية التي وضعت لموسم حج هذا العام حققت أهدافها ولله الحمد وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية كان هدفها الأساسي الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وتوفير كل السبل لتسهيل حركتهم وتنقلاتهم. أخرجته الإنجازات التي
رآها العالم من خدمات وجهود مبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، فأطل بهذه الأبيات التي عبر فيها عن لسان كل مسلم وعربي وسعودي الشاعر مشعل بن محماس، وأبيات جزلة تعبر عن جهود قيادة هذا الوطن وتهنئه بنجاح حج هذا العام. شعيرة الله قوماها أهل الدين اللي بهم من كل ضيق انفراجي، حكام نجد مطوعين السلاطين دخيلهم من جور الأيام ناجي. يا سيدي سلمان شوفتك بالعين، عن بعد تفرق يا طليق الحجاجي، وقصيد تنتاقف على المنبر سنين لابد تخضع لك وتعدل مزاجي. راضين باللي قدر الله راضين، ولا على حكم الإله احتجاجي. لو كان مرتنا من الضيق يومين فيها الفرح مالاج والهم لاجي. سلامتك جتنا مع العيد عيدين، زدنا بشوفك فرحة وابتهاجي. لا زان حالك سيدي كل شنيزين، ويزيد للصبح السعيد انبلاجي. هذه منا تشهد عليها الملبين، يرجون من له يبيض الوجه راجي. ما قلت رغم ظروف الأيام بعدين، ولا انت بتشوف الحج من برج عاجي. حميت شعبك واحتميت المقيمين، والغير ربك سيدي ما تناجي. يوم الوبا عم البشر والبلادين، وقام يتطاول في وساع الفجاجي، وحارت عقول مرجحين الموازين، وضاع الطبيب وصيدته في العجاجي. من غير قاصر في جهود المسمين، كوادر الصحة معك بس راجي. عز الله انك تضرب العسر ويلين، وانك علاج مدورين العلاجي. ولا بحر مدك صعوط المجانين، ولي عهدك لا تلاطم وهاجي. حر عليه من الشجاعة نياشين، واللي على راسه من المجد تاجي. مهندس الرؤيا العام الثلاثين، السيف والرمح العطب والسياجي. اختار ربي للحرمين حامين، هم نورها لو حالك الليل داجي. صفوتها للعوج الملوك الميامين، وحنا سفوح جبالهم والمحاجي. على ثغور بلادنا مستعدين، وسلاحنا في عاليات البراجي. من انكسر كسرى من أول وهالحين، وعنها طردنا كل علج اسماجي. إلين هفوا من ورا بحر قزوين، وجيوشهم معهم سوات النعاجي. عدونا نعرف مداخيله منين، ونعرف من له يدفعون الخراجي. قامت تكشف بالحجج والبراهين، دسايس الخاين ردي النتاجي. وحنا على نهج العلا مستمرين، ورقابنا لأشكالهم ما تعاجي. قدامنا رؤية وطن ومتعدين، مع الطريق اللي ما هو بازدواجي. ما عاد فيه خلاف ويسار ويمين، ولا همنا من كان في الدرب ماجي. تفهم سياستنا هل الغرب والصين، ويسمع بها من كان في ذنه صناجي. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، والنعمة لك والملك لا شريك لك. حياكم الله من جديد. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، والشكر لله على تيسيره وتسهيله لكل هذه الصعوبات والتحديات. وكما ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين، أن الجهود في حج هذا العام كانت مضاعفة على الأجهزة المعنية في الدولة، ولكن خدمة ضيوف الرحمن التي تشرفنا بها بهذه البلاد، والحرص الذي أولته قيادتنا بتوفيرها كل الإمكانيات لنجاحه، ذللت الصعوبات وطوعت كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن ونجاح حج هذا العام. استضيف معي في الاستوديو الأستاذ عبد الوهاب الفايز، المستشار الإعلامي، لإلقاء الضوء على هذه الجهود التي قدمتها المملكة وتستمر في تقديمها لضيوف بيت الله الحرام. حياك الله معنا أستاذ عبد الوهاب، كل عام وانت بخير، وعيدك إن شاء الله عايد بخير عليك وعلى من تحب. كل عام وانتم بخير، ونهنيكم بالعيد، ونهني جميع السادة المشاهدين
وإن شاء الله بلادنا بأمن وأمان وبخير ورخاء إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ عبد الوهاب خليني بس يعني أود أن نلقي الضوء ونسلط الضوء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها اليوم وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي. ما هي أبرز الرسائل اللي قرأتها في هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحقيقة نهني أنفسنا ونهني إخواننا ونهني العالم الإسلامي بسلامة خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى. والحقيقة كانت الفرحة مضاعفة أن نرى خادم الحرمين يعود بصحة وعافيته، وهو مصدر الأمان والصمام الأمان لبلادنا، وهو مصدر وكان مصدر سعادتنا جميعا. الكلمة الملكية اللي ألقاها معالي الوزير اليوم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين يعني أعتقد أنها تضمنت ثلاث أو أربع أمور أساسية. أولا أكدت على التزام المملكة الثابت تجاه خدمة الحجاج بيت الله الحرام وضيوف بيت الله الحرام، وهذا العام كان استثنائي والمملكة تصرفت بحكمة وبتعقل مع مشكلة كورونا بالذات، حرصها على إتمام شعيرة الحج هذا العام رغم يعني اضطرارها اتخاذ الكثير من الإجراءات القاسية والصارمة لضمان سلامة الحجاج. والحمد لله أن هذه الشعيرة تمت والحمد لله، والمؤشرات إلى الآن كلها إيجابية، والموسم إن شاء الله يكون من نجاح إلى نجاح. الكلمة أيضا تضمنت الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه القضايا الأساسية للمملكة ولمحيطها الإقليمي وللعالم الإسلامي. المملكة لها موقفها الثابت، وخادم الحرمين الشريفين في الكلمة الملكية في كل عام يؤكد على هذه الثوابت الأساسية في السياسة السعودية. أيضا أكدت التزام المملكة بخدمة ضيوف الرحمن وبتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لإتمام هذه الشعيرة بأمن وسلام، وهذه من الأمور الأساسية اللي يعني تفخر فيها بلادنا وتبذل كل الإمكانات لإتمامها ولكي تتم وهذه تقريبا أبرز المضامين. الكلمة شاملة وفيها الكثير من الرسائل الوطنية ورسائل إيجابية، وفيها شكر لجنودنا البواسل على حدودنا في هذا، قدم لهم التهنئة وقدم لهم الشكر، وهذا يعني رسالة نيابة عن الشعب السعودي كل جنودنا على الحد الجنوبي، وجنودنا في كل الثغور هم صمام الأمان لبلادنا وهم في قلوبنا، وكل ما يقدمون لهذا البلد محل اعتزاز وتقدير لا شك. في كلمة خادم الحرمين الشريفين أيضا التي ألقاها وزير الإعلام المكلف تحدث فيها عن أنه هذه الجائحة وهذه الأزمة أوجبت خلق جهود مضاعفة من قبل جميع الجهات التي تعمل في الحج. إلى أي مدى يسهم هذا التبني لهذه المفاهيم في تقديم خدمات ذات جودة عالية جدا للحجيج، كذلك ربما التنظيم اللي شهدناه في رحلة الحج؟ نعم، أعتقد أنه الخدمات اللي قدمت والقدرة على التنظيم استثنائية، واليوم منظمة الصحة العالمية أشادت الحقيقة بالإجراءات اللي اتخذتها الحكومة السعودية لضمان سلامة الحجيج، وذكرت في بيانها أنه هذه إجراءات يقتدى فيها من ناحية الانضباط والانضباط، وشاهدنا الحقيقة في الأيام اللي مضى كيف انضباط الحجيج وكيف في الطواف وفي المسعى وفي المشاعر في العرفات كان هناك يعني التزام شديد بالتباعد واتخاذ كامل، وهذه لا تأتي بكل بساطة يعني. وإدارة الحشود في هذه الأيام المشعر في أيام هذه المشاعر عملية معقدة وصعبة، ولكن الحمد لله أن هذا العام نجحت، ونتمنى يعني أنه يستفاد منها يعني يستفاد من نجاح الخطط اللي وضعت لإدارة الحشود وضبطهم يعني أنها تكون يستفاد منها في الأعوام القادمة يعني، فهي تجربة سعودية ناجحة إلى حد الآن يعني، وأنا أفتخر فيها يعني. صحيح. سميحك أن أنتقل إلى المشاعر المقدسة ومراسلنا من هناك محمد بشور. مساء الخير محمد وكل عام وأنت بخير. مساء النور ومساك الله بالخير جمال، أرحب بك وبالسادة المشاهدين عبر البث المشترك لقناتي روتانا خليجية والرسالة، وأحب أقول لك كل عام وأنت بألف خير أنت والسادة المشاهدين، عسى الله يعيد علينا وعليكم وإحنا بأتم صحة وعافية، والله يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال.
طبعا جمال أنا متواجد في مقر المركز الإعلامي للتواصل الحكومي بمكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، واليوم راح أتحدث عن عهد أحد الهيئات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة، وهي هيئة الهلال الأحمر السعودي. هيئة الهلال الأحمر جهزت كافة الطواقم الطبية بأعلى معايير الجودة وكافة الآليات من السيارات الإسعافية وغيرها من الأجهزة بأعلى معايير الجودة التقنية وبأعلى معايير الخبرة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي الأستاذ غازي الشنبري، وهو مشرف مراكز الإسعاف بالعاصمة المقدسة. حياك الله أستاذ غازي. الله يحييك أخوي محمد، وكل عام أنت بخير، أنت وجميع السادة المشاهدين. طيب بداية لو تطلعوا لنا على جاهزية الهلال الأحمر السعودي والخطط التشغيلية التي تنفذت حتى يومنا هذا في المشاعر المقدسة لهذا العام. بالنسبة لها الجميع الخطط اللي بدأنا فيها منين بدأت انطلاق الحملات، حملة الحجيج ومرافقتهم في جميع المغرب، وفرنا عدة نقاط في المركز في الحرم المكي الشريف، وفرنا مراكز إسعافية للمشاعر المقدسة لخدمة الحجيج. طيب الكل يشهد الجهود المبذولة والالتزام بالإجراءات الوقائية، لو تطلعنا أكثر على سير عملية ضيوف الرحمن والخدمات التي قدمت لهم الفترة اللي فاتت والخدمات التي ستقدم لهم أيضا في أيام التشريق المتبقية في الأيام القادمة. بالنسبة لجميع العاملين المشاركين في مهمة حج 1441 الاستثنائي، خضعوا لجميع الفحوصات الطبية والتأكد من سلامتهم، ويقدمون تقدم هيئة طبية فرق إسعافية متقدمة مكونة من فنيين وأخصائيين تساهم في رفع الاحترازات ورفع الاحترازات الطبية للمشاركين. طيب ما هي نوع الحالات التي تستقبلها المراكز الإسعافية والإجراءات التي تعمل عليها؟ بالنسبة للمراكز الإسعافية تستقبل جميع الحالات سواء الإصابات أو الحالات المرضية، ولكن لم نواجه الحمد لله في هذه الفترة أي حالات يعني تذكر، على حالات إعياء بسيطة. الأستاذ غازي الشنبري مشرف الإسعاف في العاصمة المقدسة، شكرا لك، يعطيك العافية. طبعا جمال أنا أشعر جدا بالفخر بالخدمات المقدمة من كافة الجهات الحكومية في موسم الحج الاستثنائي لهذا العام. حقيقة كلنا كسعوديون نفاخر في الخدمات المقدمة ونجاح يوم عرفة وخطط الإفاضة في هذا العام. حقيقة الوصف لا تكتفيه كلمة أو لا يكتفيه شعور، يعني أنا ماني داري وش أقول من كثر الفخر اللي أنا فيه أني قاعد أشوف سير العملية في الجهات الحكومية ماشية على مدار الساعة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بوفق الإجراءات الاحترازية الطبية. وأيضا اليوم عندنا العيد عيدين بسلامة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عسى الله يطول لنا عمره ويحفظ لنا والدنا وقائدنا بسبب خروجه من المستشفى، وأيضا عيد الأضحى المبارك. هذا كل ما لدي اليوم من مكة المكرمة، وأعيد وأكرر كل عام وأنت بخير والسادة المشاهدين الكرام. الصوت والصورة لك. وأنت بخير وصحة وسلامة محمد. إحنا نشاركك هذه النشوة وهذا الفخر اللي اليوم تشعر فيه وتحس فيه، وأنا أعتقد أنه ليس فقط كسعوديين لكن كسعوديين وكعرب كمسلمين إحنا جزء من هذا العالم، وهذه الخدمات هو شيء لم نختاره، لكنه أنا أعتقد أنه إحنا قاعدين نأخذ المسؤولية تجاهها بشكل كبير جدا سواء من القيادة أو حتى من الشعب. فاصل ونعود. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك لا شريك لك. حياكم الله من جديد بسلام آمنين، ونطل عليكم في فضاء مباشر لإبراز جهود الجهات العاملة في الحج والخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام. معي في الاستوديو الاستاذ عبد الوهاب الفايز المستشار الاعلامي. حياك الله استاذ عبد الوهاب مجددا.
أبغى أتكلم معك عن 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 البنية التحتية، بتكلم معك اليوم عن الخدمات التي تقدم للحاج، عن الرحلة التي تقدم للحاج. إلى أي مدى إحنا وصلنا للمأمول من خدمات نقدمها تجاه الحجيج؟ هل هذا هو السقف أم أن هناك سقف أعلى بالنسبة لنا فيما يخص خدمات الحجاج؟ لا، بالنسبة للحاج يعني أعتقد أنه إحنا ما نستغرب الحقيقة الخدمات أو الخدمات النوعية التي تقدم للحاج، لأن الحكومة السعودية منذ سنوات بعيدة استثمرت مبالغ طائلة واستثمرت جهود وفي لأجل تسهيل رحلة الحج ولرفع كفاءة البنية الأساسية في المشاعر المقدسة. وأعتقد أنه كل ما قدم يعني هذا سهل على العملية في السنوات الماضية وسهل عملية رحلة الحاج، لكن اللي حنا نطلع له أكبر من هذا، واللي نأمله اللي راحت حجاج بيت الله الحرام هو أكبر. ولذلك الحكومة السعودية وضعت ضمن برامج الرؤية، رؤية 2030، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، هذا ضمن البرنامج رقم 13، أطلق في رمضان قبل الماضي، أطلق خادم الحرمين الشريفين بحضور زعماء أيام القمة الإسلامية والقمة العربية والإسلامية والخليجية لعق. والمشروع والبرنامج هذا برنامج طموح فعلا، يعني تحته ما يقارب 132 مبادرة، ويستهدف ثلاث مسارات. يستهدف المسار الأول لتسهيل رحلة الحاج، تسهيل الوصول إلى المشاعر المقدسة من بداية تفكير الحاج بالرحلة الحج إلى وصوله. هذا مسار هذا تحته يمكن 50 مبادرة، تتضمن إدخال التطبيقات الرقمية، تسهيل الحصول على التأشيرات، البرامج التثقيفية التعريفية. بدأت أحب ملامح هذا البرنامج تتضح في العام الماضي، حيث تم إنهاء إجراءات الحجاج في مطارات خارج مثل في ماليزيا وفي كذا دولة، أنهيت الإجراءات، فالحاج يتجه للمشاعر المقدسة. ففي مبادرات تستهدف هذه المرحلة تسهيل. أيضا هناك المبادرات أو جزء من هالبرنامج، العديد من المبادرات التي تستهدف تقديم الخدمات لما بعد الوصول الحاج إلى منطقة المشاعر، وهذه تحتها العديد من المبادرات في مجال السكن، في مجال النقل، في مجال الأمن، السلامة، سلامة الحجيج، السلامة الغذائية، السلام، تحت يمكن 30-40 مبادرة كلها تعمل وتنفذها جميع الأجهزة الحكومية وتقودها وزارة الحج والعمرة. أيضا هناك المسار الثالث اللي هما لما بعد رحلة الحج، ما بعد إتمام، وهذه تتضمن تحويل رحلة الحج إلى رحلة جميلة، رحلة فيها ذكريات ممتعة، عبر إتاحة الفرصة لزوار بأنهم يطلعوا على البعد التاريخي والحضاري والثقافي للحضارة الإسلامية، ولزيارة الأماكن اللي ولد فيها الرسول، أماكن التعبد، الأماكن الصحراء الأساسية في التاريخ الإسلامي. وهذه أيضا لها مبادرات لتجهيزها ولرفع كفاءتها ولكي تكون قابلة لاستقطاب الحجاج وتسهيل زيارتهم لها. فالحقيقة الحكومة السعودية عبر هذه أيضا أنشأ الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، وهذه هيئة ملكية لها نطاقها الجغرافي ونطاق عملها الذي يركز على تفعيل أو تطوير البنية الحضارية لمنطقة مكة، حل مشكلة العشوائيات، رفع كفاءة الفنادق. يعني يطلعون إلى أنه يكون هناك 300,000 غرفة فندقية مستويات 3 و4 و5 نجوم، وهذه قفزة كبيرة في الخدمات اللي وتسهيلها واستقطاب الطبقة وشريحة الطبقة الوسطى في العالم الإسلامي، الطبقة المتعلمة، طبقة وهذه اللي حنا نتمنى إن فعلا يعني تتواصل زياراتها سواء في الحج والعمرة. نعم. وهذه شريحة مهمة يعني تقريبا. أستميحك أن أنتقل إلى الإجهاز الصحفي اليومي الذي تقدم وزارة الصحة والجهات الأمنية، نتابع. ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، ولكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وللعالم الإسلامي. نواصل معكم اليوم تقديم المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للحجاج، وبحمد الله الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم يسجل بين الحجاج أي إصابة بفيروس كورونا الجديد، ولم تسجل
من بينهم أمراض مؤثرة على الصحة العامة ولله الحمد. الخدمات الصحية تواصل مواكبتها لمناسك الحجاج اليوم أثناء قيامهم برمي جمرة العقبة والطواف ومن بعد ذلك مبيتهم بمنى. الخدمات في المستشفيات والعيادات بما فيها المتنقلة منها والميدانية استمرت بحمد الله في جاهزيتها. الفرق الميدانية واكبت هذه التنقلات وهذه الأعمال والمناسك، وقام أيضا القادة الصحيين بأدوارهم في مرافقة كافة المجموعات من الحجاج. الخدمات العلاجية التي قدمت للحجاج حتى الآن 93 منهم راجعوا العيادات أو أقسام الطوارئ لتلقي الرعاية الصحية، ولكن بحمد الله هذه الحالات كانت حالات يسيرة وتم معالجتها فورا، وعاد الحجاج بعدها لمواصلة إتمام واستكمال مناسكهم ولله الحمد. نشير إلى أن هذه الحالات لم يكن بينها ولله الحمد أي رصد لحالات إرهاق أو إجهاد أو ضربات حرارية، وكذلك لم يسجل فيما بينها أي اشتباهات بالإصابة بفيروس كورونا الجديد. وبحمد الله هذه المستويات تدل على قيمة وتأثير وفعالية الخدمات الصحية الوقائية ومستويات الوعي الصحي والمرافقة الصحية والفرق الميدانية والقادة الصحيين وتأثيرها بشكل إيجابي بحمد الله على صحة الحجاج. كذلك ولله الحمد والمنة لم تسجل أي حالات وفيات فيما بين الحجاج. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الإيجاز الصحي، ونتمنى للجميع الصحة والسلامة والعافية، ودمتم بخير، وعيدكم مبارك وأيامكم سعيدة في أمان الله. شكرا للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ويتفضل الآن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله على سلامة مليكنا خادم الحرمين فعلا، والألقاب في حقه قليلة، ونحمد الله على ما من به على ضيوف الرحمن من الوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة بأمن وأمان وطمأنينة. توجه الحجاج فور عودتهم إلى منى من مزدلفة لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة، حيث تم ذلك بحمد الله بيسر وسهولة وفق عمليات التفويج المعتمدة والخطط والتنظيمات التي كفلت تحقيق التباعد الاجتماعي المحدد في الإجراءات والتدابير الصحية الاحترازية. تباشر الجهات الأمنية والحكومية مهامها لتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن خلال إقامتهم في مشعر منى حتى ثاني أيام التشريق، وكذلك تنظيم أدائهم لشعيرة رمي الجمرات خلال أيام التشريق. أؤكد على استمرار رجال الأمن في فرض الطوق الأمني المحكم لمنع دخول إلى المشاعر بدون ترخيص وضبط المخالفين. نأتي إلى نهاية الموجز الأمني، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ويتفضل الآن المشرف العام على. إذا كان هذا حديث المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العال، وكذلك المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية المقدم طلال شلهوب، واللذان قدم فيه إيجازا حول الحالة الصحية للحجاج وكذلك الحالة الأمنية للحجاج. أستاذ عبد الوهاب، كيف ترى هذه الأرقام؟ والله الحمد لله، يعني الأرقام مطمئنة، والمهم أنه لم تسجل أي إصابات لكورونا الفيروس كورونا، وهذا الحمد لله هذا مؤشر إيجابي ومهم، وهذا كان هو الخوف. لكن الحمد لله كما تحدث أشار المتحدث لوزارة الصحة أنه أكد على خلو الحج إلى حد الآن من هذا الوباء. وأيضا الأمر المهم الناحية الأمنية، لم تسجل أي حالات أو وقوعات تؤثر على أمن الحجاج وسلامتهم، وهذه إلى حد الآن مؤشرات يعني مطمئنة، ونرجو يعني أن يكون هذا هو الوضع إلى نهاية الموسم. طيب، كنا نتحدث قبل يمكن قبل ما ننتقل للإجازة اليومي للمتحدثين عن
جهود المملكة من خلال برامج الرؤية في تسخير الإمكانيات والبنية التحتية لخدمة الحجيج والمعتمرين الراغبين في القدوم إلى المملكة. السؤال هذا في تعلق بالجانب الرسمي ومتعلق بالجهود الحكومية، لكن بسمع رأيك فيما يتعلق بجهود المواطنين، جهود المقيمين اليوم في مكة المكرمة، في المشاعر المقدسة، مساهمة المواطنين المقيمين في تأصيل هذه الرؤى، في تحقيقها، إلى أي مدى هناك وعي حقيقي وهناك إدراك لما نحن مقبلين عليه خلال الفترة المقبلة؟ يعني الحمد لله، يعني الشعب السعودي بالذات في مكة وفي المدينة يعني كان لهم التزام أخلاقي وأدبي وديني في ضرورة خدمة حجاج بيت الله الحرام، والآن الجهود تتضافر من جميع المدن السعودية لخدمة. هناك برامج اللي أدخلت الشباب عن طريق برامج التطوع، وهذا برنامج ضخم سنوي تشرف عليه وزارة الداخلية، ويشارك فيه أكثر عدد كبير، لحد الآن شارك فيه ما يقارب 50-60 ألف متطوع في السنوات الماضية، وكلهم من فئة الشباب. وهذا البرنامج تتشارك فيه عدة وزارات لتسهل عمليات التطوع، وهناك إقبال كبير من الشباب السعودي، وهذا مهم أن الشباب بسن 18-17 سنة يقبلون بشكل كبير على خدمة الحجاج. أيضا لا ننسى خدمات المجتمع الثالث والقطاع غير الربحي، هناك الكثير من المؤسسات المانحة والمؤسسات الخيرية المتخصصة بخدمة ضيوف الرحمن في الجانب العلاجي، في الجانب الصحي، في مساعدة الكبار السن. وهناك مؤسسات مانحة وأوقاف موقفها الشعب السعودي والرجال أعمال والتجار السعوديين لخدمة ضيوف الرحمن، وتصرف حسب شروط الواقف أيام فترة الحج. وهناك تسابق من الجهات الوقفية لخدمة ضيوف الرحمن. الشعب السعودي يفخر في خدمة ضيوف الرحمن، والآن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، برنامج اللي تحدثنا عنه، برنامج رؤية المملكة 2030، يحاول أن يؤسس أو أن يحول هذا علم المؤسسي متطور من ضمن الحاجات اللي يدخلها. والآن أحد مبادرات هذا إنشاء مراكز للتدريب المتخصصة، بحيث أنها تدرب الشباب وتدرب كل من يعمل، تدربهم باحترافية ومهنية، وتزرع فيهم الأبعاد المهنية الاحترافية لخدمة ضيوف الرحمن. وهناك هذا مراك أحد المبادرات إنشاء هذا المركز المتدرب، بحيث أن الموارد البشرية تعمل باحترافية ومهنية عالية. يعني استميحك بس ننتقل معنا اتصال معنا ناصر. ناصر مالك حاج ألماني، السلام عليكم يا ناصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وكل عام أنت بخير. حياكم الله، كل عام أنت بخير. ناصر، أنت عشت تجربة الحج هذه السنة صحيح؟ أيوة. احكي لي عن تجربتك، من وين بدأت التجربة، كيف تشوف الخدمات المقدمة لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما تعرفون أن الحج هذه السنة تختلف عن السنوات الماضية. في نهاية المستوى أردت أن أرجع إلى ألمانيا كعادة طلاب الجامعة الإسلامية، لأنني أنا أدرس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، لكن ما استطعت أن أرجع إلى ألمانيا بسبب الكورونا، فبقيت في المدينة وأسلمت لقضاء الله سبحانه وتعالى. نعم، وما ظننت أن يؤدى الحج في هذه السنة بسبب الفيروس كورونا، لكن بفضل الله ورحمته مكن الدولة السعودية المباركة، نعم، من إقامة الحج الذي هو ركن الخامس من أركان الإسلام. أنا قدمت الطلب عبر موقع وزارة الحج، فقبلت الحمد لله بعد الأيام، وفرحت كثيرا وكنت مسرورا. نعم 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 ناصر، تسمعني؟ أسمعك. نعم، وأشكر الله سبحانه وتعالى لأنه اختارني من ملايين، ولله الحمد، أن أكون
ضيفا من ضيوف الرحمن في هذه السنة. نعم. نعم. ناصر، أنت ذهبت للحج لوحدك أم كان هناك لك أقارب هنا في المملكة أيضا؟ أنا حججت لنفسي، أنا قدمت وزوجتي كذلك، ولكن هي غير مقبولة. أنا الذي قبلت وحججت لنفسي. نعم. نعم. أنت الآن وين متواجد ناصر؟ الآن نحن في أبراج الميناء. في ميناء. أيوة. كيف كانت تنقلاتك، حركتك، كانت سهلة؟ الحمد لله كانت سهلة، سبحان الله. أنا عجبت سبحان الله، لأن العدد ليس يعني ليس كبير، ليس بكثير ولله الحمد. نعم. وما شعرنا بمشقة وزحمة سبحان الله، وكل ذلك وفق الإجراءات الاحترازية الحمد لله مع التباعد. نعم. نتمنى لك حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله، وتقضون مناسككم إن شاء الله وأنتم بخير وسلامة، وتعود إن شاء الله لمدينتك في السعودية، ومن بعدها إن شاء الله تبدأ الأمور شيئا فشيئا في الانفراج، وهذا ما ندعو الله أن يكون، ربما لتعود قريبا إلى بلادك. شكرا جزيلا لك ناصر مالك حاج ألماني، سلط الضوء على تجربته في حج هذا العام. دكتور عبد الوهاب، تحدثت عن مراكز تدريب، هل سيكون لدينا مراكز تدريب مخصصة فقط للحج؟ هذا ما يطرحه البرنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن مبادراته، أن يكون هناك مراكز متخصصة تتوجه إلى الكوادر البشرية بحيث تدربها وتتيح لها أخذ المهارات الأساسية الضرورية لخدمة ضيوف الرحمن، وهذا من ضمن التزام المملكة برفع كفاءة الخدمات المقدمة. فالحاج والخدمات للحجاج والمعتمرين تحتاج مهارات جديدة في القدرة على التعامل، في التعامل مع في معرفة ظروف الحاج، المناطق الحج، يعني هذه لها ظروفها الخاصة، تتعامل مع خلفيات كثيرة، تتعامل مع ثقافات مختلفة. بالضبط. فهذه الحقيقة من الأمور الأساسية اللي وضعتها اللي تعمل عليها ضمن مبادرات برنامج خيوم الرحمن، فهذه كلها تصب في رفع كفاءة التعامل السعوديين، الشعب السعودي مع ضيوف الرحمن، لأن النقلة اللي احنا نطلع لها نقلة حضارية كبيرة في الخدمات. النقلة سوف تعتمد على المعطيات الجديدة للتقنية الرقمية، لعلم إدارة الحشود، للتعامل مع الأعداد القادمة كبيرة والطموح عالي لخدمتها. أيضا الرحلة بحد ذاتها احنا نطلع أنها تكون رحلة ممتعة، فيها ذكريات جميلة، فيها تجربة حلوة، يعني نبغى الحاج يعيش تجربة ممتعة، يعني بالإضافة إلى تأدية الشعيرة وإلى أيضا تكون رحلة ممتعة، يعني فتتجاوز المصاعب وعثاء السفر ومشاكل الرحلة وتعبها. فمنظومة الخدمات اللي يعني سوف يتم تطبيقها في العشر سنوات القادمة، وبدأت الآن بالتدريج في المراحل، سوف تكون نقلة نوعية في خدمات الحاج. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الوهاب الفايز المستشار الإعلامي، شكرا لحضورك وتلبية دعوة. شكرا لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين على متابعتنا في هذه التغطية اليومية لمناسك حج هذا العام. وأخيرا نقول ابقوا بسلام، آمنين. إلى اللقاء. لك والملك اللهم لبيك لبيك.